خلال الساعات الماضية كان في تقارير سعودية إن في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، صحة الكلام ده من عدمه إيه؟ لا شك أنه الكابتن محمد الشناوي يعني حارس عملاق وكبير جدا، وأي نادي في سعودي يعني يتهافت على الكابتن محمد الشناوي. أعتقد أنه التجربة الأولى للكابتن محمد الشناوي مع نادي النصر يعني لم تكن موفقة بشكل كبير. قد يكون الاختلاف في بعض يعني الإدارات الموجودة أو بعض البنود التي كان متفق عليها تغيرت فجأة، يعني طلعت من جانب اللاعب ولا من جانب النادي؟ والله أتوقع أنه من جانب النادي، لأنه هم ارتأوا أنه يرون حارس آخر يعني إمكانيات أفضل كذا. يعني أنا أرى أنه يعني الكابتن محمد الشناوي قد يكون الموسم المقبل في إحدى الأندية السعودية، ممكن يكون النادي الأهلي هو أقرب للكابتن محمد الشناوي، لأنه لم يكن موفق الخيار للحارس المرمى ميندي في النادي الأهلي، وشاهدنا إخفاقات كبيرة له يعني على مستوى حراسة المرمى. حتى إذا لم يكن في النادي الأهلي السعودي قد يكون في الأندية اللي مثلا يعني خلينا نقول زي الشباب، زي مثلا الاتفاق، التعاون، الأسماء اللي يعني أقل من التوب فور. ليس تقليلا من الكابتن محمد الشناوي، لكن هي زي ما قلت لك كرة القدم في الأخير أهداف واحتياجات.